في موضوع آخر، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس ضد مشروع قرار أمريكي يدين حركة المقاومة الإسلامية حماس لإطلاقها صواريخ على إسرائيل. هذا ولم تتمكن واشنطن من حشد تأييد الثلثين لمشروع القرار على الرغم من الضغوط التي مارستها في الأيام الأخيرة، حيث أيد القرار 87 دولة وعرضته 57، بينما امتنع 33 دولة عن التصويت. هذا وسارعت حماس إلى الترحيب بالنتيجة معتبرة إياها صفعة لإدارة الرئيس دونالد ترامب.